اهلا وسهلا. تفضل. الاسم الكريم صبحي الياس. صبحي الياس من وين صبحي؟ من عكا. اهلا 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 اهلا. اي صبحي في بدي اسمعكم للسيد مكاوي. نعم. غناية حلوين من يومنا والله. يلا تفضل. حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، منقدم أحلى فرحة ومعاها متميسة. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. والغالي علينا غالي، والغالي علينا غالي، والغالي علينا غالي، والعمر حيتنسى. حلوين من يومنا والله والله قلوبنا كويسة. شكرا. يعني أنا شفته صبحي شوي بده الصوت شوي أكتر تدريب أكتر على الصوت، طلعت كتير من الطبقة، كان مكنش في تركيز كتير على الطبقة الغنائية. أنا بالنسبة لي لأ، يعني بالنسبة لي يعني أنا بصعب علي أهل عكا عشان بحب عكا، بس صوتك حلو، عندك دان موسيقية من نظري، لازمك كتير تمرين عشان تفتح صوتك. يعني أنا بقدر أقول بس الكلمة الأخيرة إنه مش رح نقدر نشوفك في المرحلة القادمة مع الأسف الشديد. أتمنى لك النجاح في المستقبل. يعطيك العافية. شو كانت الملاحظة تبعك؟ إنه بدي أكتر أشتغل على صوتي، أفتح صوتي. وشو أنت حاسس إسا؟ عادي عادي ولا شيء. لكن إحنا نتمنى لك إنه المرة الجاي نتقدم معنا تكون مشتغل على الملاحظات اللي قلولك عليها إن شاء الله. تفضل عرفنا على نفسك. سامح عالم كفرماندا، 22 سنة. سامح عالم من كفرماندا. أيوة. أهلا سامح. زي الهوى يا حبيبي، زي الهوى وقام الهوى يا حبيبي، قام الهوى وخد تني من ايدي يا حبيبي، ومشينا تحت القمر غنينا وصهرنا وحكينا، وفي عز الكلام سكت الكلام، وفي عز الكلام انتك العافية سكت كلام. أي واحد واحد شوي حبيبي يعطيك العافية. مع السلامة. ايش قالوا لك؟ إيه ما نجحتش اول شيء لان انا ما اديتش منيح. حلو؟ اه حلو. في صراحة مليحة. عندك حدا بغني بالعيلة؟ في اختي انا جاي معاها. المظبوط. انت بتغنيش؟ لا انا لا. طب ليش عم نعمل معك اللقاء؟ انا كمان مستغربه يعني. طب ليش ما طشتنيش من الاول؟ كنت اقول لك اعمل لقاء مع الناس اللي مشتركه ومش مع اللي ضيع وقتي انا يعني. مرحبا. اهلين. لسه احنا كنا نتخرف مع اختك وقالت لنا انها هي ما بتحب تغني. فلتك من اختك انت بدك تعوضينا اسا. لا انا بحبش الشهرة انا اقول لك صراحه. انت اكبر ولا هي اصغر؟ انا اصغر وحده بالبيت، هي اكبر مني. شو السؤال يعني؟ سؤال. انا متوتر عم بجاوب هيك سؤال. اوكي. اهلا وسهلا. أهلين. اهلا وسهلا. بنحب نعرف اسمك. سهير زيناتي. من وين سهير؟ من حيفا. اهلا وسهلا. العمر 18. 18. خلصتي مدرسة؟ جديد. قدمتي ثانوية عامة؟ كيف العلامات؟ والله تمام نشكر الله منعم. شو حابة في المستقبل تدرسي؟ إن شاء الله بعد هاي السنة بنشوف موضوع يكون منيح ومن أحسن مواضيع، وإن شاء الله في الغناء كمان يكون منيح، وإحنا كلياتنا أذان صاغي لسماع صوتك. نتأمل. أوكي شكرا. تفضل. جاروا الحبايب علينا
لو على الهوى جاروا بالحب كانوا لنا ولغيرنا صاروا هالعصافير عصافير بيتجوانحن عيدين عنهن سلنا الهوى قال الهوى طاروا هل غبنا وتركنا هاك الدرب عينينا وبالبال بعد الحنين الطير الصغار هل كانوا حنين علينا تكبروا علينا نسيوا المحبة وما عادوا على الوفا غاروا يعطيك العافية الله يعافيك غني غناية تاني ممكن غني غنوية إيقاعية غلطت مرة وقول للرخيص غالي جرحت قلبي وجرح جرح القلوب غالي من النهاردة مفيش أحزان مفيش ألوان من النهاردة وحيد يا زمان وحيد يا زمان شو دكتور لحد آخر أربع خانات موسيقية كنت قابلك أنا يمكن بلشتيها شوي عالي بظني قابلك يعني بالرغم من أنه الأربع خانات الأخرانيات أوكي عن إيش تاني؟ ما كانش لا ما فيش حاجة صوتك واضح إنه فيه الإمكانيات فيه الإمكانيات ليش أنا من ناحيتي أنا من ناحيتي تنتقلي إلى المرحلة الثانية إذا زملائي في اللجنة بيكملوا الموافقة أو بيكملوهاش شو أستاذ محمد؟ تفضلي تفضل تفضلي أنت